السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتلاحظوا معنا الخوت هنا، انا دابا كاين حنا حدا الموفاب. بالنسبه لهاد لابارتي هادي اللي كانت خدامة فيها الجي تي ار، راه تلقاتها في وجه حركه السير والجوله. باقيين هنا دابا خدامين في لابوردير كما كتشوفوا، ها هما. في غالب الاحيان هاد الطريق هادي راه غادي نمشي نشوفوا واش سدوها ولا مازال ما سدوها. ديال كما كتشوفوا هنا، ها هو المتر دوفراج، هو اسمه سا اميناجمون، هو هذا متر دوفراج برنامج التنمية الحضارية جي تي ار. ديال كما قلنا لكم هنا ها هو الموفاب، هو هذا الطريق. دابا راه مسدودة من هاد لابارتي هادي، غالب الأحيان هنا غادي يخدموه، يقدرو يساليو قبل من العيد، ما تعرف. دابا خدامين على الجنبات، حتى هي هاد الجنبات لي خدامين عليهم. هي الطريق دابا، هي هادي دابا، هاديك المدارة، هاديك المدارة ديال توتال، محطة توتال إنرجي، هي هادي. هما الدراري تبارك الله واقفين على شغلهم. هيا لابوردير خدامين عليها هنا كما كتشوفوا معايا. بالنسبة لهاد لابارتي هادي لانستالاسيون ديال الضو، هنا دابا انا راه كاين حدا موفاب، هي هادي كيدوزو لانستالاسيون ديال الضو. هانتوما معايا كتشوفوا الجديد دائما في القناة ديالكم، قناتكم هي قناة مشاريع أكادير. كنشكرو جميع الأصدقاء ديال القناة اللي كيدعمونا بلي لايك ولي كومونتير ديالهم، ودائما متبعينا في السراء والضراء. دابا الجنبات ديال الطريق، الشجر هما هادو، الشجر غادي يحيدو من هنا، غادي يعاود يطلعو من ديك الجهة إلا ما خفنا. هاهي دابا الخدمة، دابا غادي تكون دابا في الجنبات. هنا لابوردير راه حاطين بلاصتها باش نقول لكم هادي واش دو فوا ولا تروا فوا، راه خصني المترو باش نحسبها. ما عرفت والله، ما عرفت، انا ما نقدرش نحكم. غادي نعاود ثاني نسول لكم المسؤولين، هما اللي غادي يقولوا لنا اش كاين. انا ما عرفتش انا علاش بالنسبه لهاد لابارتي هادي واش داروا هنا شي يوقفوا الطوموبيلات ولا ما عرفت. هانتوما دابا كتشوفو معانا، هي هادي الطريق دابا راه كيف كتجي، كتجي مؤقتا انا شتوها اخي. هادي هادي اخو الطريق الحي المحمدي، ها هو الحي المحمدي، ها هو هاد الحي هذا، هو تحت شعار بني وعلي وسير وخلي. انا عارف بني ما كاينش. هذه الطريقه الخوت دابا اللي تلقوا الكودرون، الكودرون اللي داروا هو هذا، هو هذا الكودرون اللي داروا. اشوفوا انتم اللي كيفهم في الكاليتي ديال الكودرون قولوا لنا كي داير هذا الكاليتي هذا. هذا الشيء ما كنفهمش فيه، انا راه كنصور. يلا نمشيو نكملوا. الشجر كي كيبان لكم الخوت هنا دبل، ما كيتسقى ما والو، شتو كي ولا هذا غير ما حيدو هذا ويديرو شي واحد اخر بلاصتو. انتوما دابا الخدمة دابا غادية فعلية، فين غادية؟ سير
هادي انت ذاك اللي قدام. انا دابا راه مقد قد داي زين الطريق دابا. بالنسبة لهاد الخطوة راه كلشي هادشي غيتحيد النخلة ودي اللي بينهم يحيدوه يا رب ودي حيد النخلة. لا كرهنا الناس ديالها قاعدين راه كرهوا هاد النخلة هذا وحق ربي راه كرهوا. غيديروا راه برنامج خاص بهادشي ديال سميتو التشجير. كاينين راه كاين شركات واعرين بهادشي التشجير بانوا لي بحال ديك تم سنافير. الله اخو الا زعما شركة واعرة بانوا لي البارح خدامين في البارو ايست ويست وخدامين حدا الولاية زعما صراحة هذوك الناس واري. وكاين شركات اخرى ما تنعرفهمش انا الله الشركات كفار في الشركات الله الشركات غير خصهم يطلقوا الفلوس صار يطلقوا الفلوس راه هذه ما تكون غير الخير. دابا فهمتي دابا ديالي الجي تي ار يخدم واحد لابارتي وكيسد واحد لابارتي كل شيء هو هذاك الدوره بداو كيحيدوا فيهم هذوك ديال الضوء. ها هي وحده ديال الضوء محيده. ها هي 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 محيده هذه ديال الضوء. شفتو النخل كيدير؟ علاش دابا النخل على هذا؟ دخل عليك والله علاش غادي تدخل؟ ما عندي حتى شي فائده هاد الدخل. فوالا فاضي فاضي ما عندي حتى شي افضل فاضي. ها هو دابا هنا صافي سدوه دابا. ها هو دابا هنا في الخوف هنا ثاني غادي يديرو ليه الرابوطاج. عشرة دقائق عاد غادي نحبسو سمعكم. في غالب الأحيان يقدرو يبداو اليوم هادي طريق السريع الحضاري سي تي ار. ها هو كما كتشوفو معايا وهذا الطريق ديرو 9 دقائق ونحبسو. يلا الله يعاونكم.